بث مباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من شاطئ عين دياب. شاطئ عين دياب مشاهدي قناة شوف تيفي هو من بين الشواطئ اللي للأسف ولا كيعرف ظاهرة ديال لي زور اللي كيديروها بعض المواطنين فاش كيجيو للبحر، كياخذوا باراسول او كيقدروا ياخذوا مثلا كراسة معاه الى اخره، لكن من بعد كيقدروا انهم يديروا لي زور ربما باش انهم يحميوا راسهم من الشمس الى اخره. ولكن هذا الشيء مشاهدي قناة شوف تيفي انتم عارفين انه كينقص من الجماليه ديال البحر. اجا ملي عافاك عين دياب هنا عاوني معايا، يعني يمنع منع كليا اي واحد ما خصوش يدير يعني ليزار. للاسف بعض المواطنين كيتعمدوا باش انهم يديروه باش انهم يحموا راسهم من الشمس، ولكن راه كينقص من الجماليه ديال الشاطئ. فبالتالي هذا قرار من السلطات المحليه والناس المسؤولين باش ما يبقاش هذا الشيء ديال ليزور الشواطئ. للاسف الان هاد علامه ديال المنع كنشوفوها بشاطئ عين دياب، نتمنوا انها تعمم حتى على باقي الشواطئ بالمدينه، مدينه الدار البيضاء. شنو رايك ديالكم مشاهدي قناه شوف تيفي هذا القرار هذا؟ واش نتوما مع انه لي زور يتحيدوا ولا ضد لي زور انهم يتحيدوا من الشواطئ؟ هناك بعض المواطنين اللي كيتجمعوا ما كيديروش لي زور، وهناك بعض المواطنين اللي ضروري انه وبعض المواطنين اللي ضروري خصهم يديروا لي زور، يعني كل واحد والحاله ديالو، كل واحد وشنو كيفكر، كل واحد وشنو كيبغي. فبالتالي هذا قرار رسمي من السلطات باش انهم ما نبقاوش نشوفوا لي زور هنا في الشواطئ. شاطئ عين دياب ربما هو اقل زعما هو الشاطئ اللي كيسجل اقل ديال الحالات اللي كيديروا لي زور. مثلا شاطئ النحله ولا شاطئ في المحمديه ولا سميتو كيديروا فيه لي زور بزاف بواحد الشكل اللي هو كبير 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 بزاف. يعني عين دياب فيه لي زور ولكن بشكل قليل بالمقارنة مع الشواطئ الأخرى. فكما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تيفي هذه العلامة ديال منع لي زور هي هذه. أجي نشوفوا واش لهذا البحر هذا فعلا فيه لي زور بشكل كبير ولا غير البعض، لأنه دابا راه إلى جاو ولقاو شي واحد داير لي زور راه ربما غادي يتاخذ شي إجراء. هانتوما مشاهدي قناة شوف تيفي هنايا ما كنشوفوش الناس دايره لي زور، هناك احترام لهذا القرار هذا، لكن في بلايص اخرين او غير في جوي اخرين راه نقدروا نلقاو لي زور. شوفوا معايا مشاهدي قناه شوف تيفي الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي، نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر.